أشكر خادم الحرمين وولي عهده والشيخ فهد بن حثلين على إتاحة الفرصة للنساء. وأول ما نزل هالقرار وشفت نشاط خاص للنساء بس، فحبيت إني أشارك فيه. شفت القرار بسنابات ونادي الإبل، أتابع تويتر نادي الإبل، فأول ما شفت هالقرار تحمست صراحة إني أشارك. واللي حمسني أكثر إتاحة الإيجار وإتاحة يعني سهلوا لنا الأمور. هي له دور كبير، لأن في بعضهم ما يقدرون على الشراء، في بعضهم ما وين يودون الناقة إذا شروها. أنا استفدت من هذا القرار الإيجار وسهلوا لنا هالأمور، فأنا إن شاء الله أني داخلة بقوة، وإن شاء الله راح أشوف أفضل فردية وأزين فردية وراح أدخل فيها المزايا. أنا سميتها نايلة، إن شاء الله أنها تنيل عليهم. لا شوف، كلن يطمع للمركز الأول، ونقول إن شاء الله راح أخذ المركز الأول. أي إن شاء الله راح تشوفوني بشوط ثاني، وإن شاء الله السنة الجاية واللي بعدها إن الله أعطاني عمر راح أكون مشاركة.